ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟ ذكرنا في عدة دروس الخلاف في هذه المسألة، ورجحنا أن مسح الأذنين ليس بواجب وأنه سنة في قول أكثر العلماء رحمنا الله وإياهم، وهو قول في مذهب الحنابلة، ونقله بعضهم إجماع العلماء. والرواية المشهورة عند الحنابلة أن مسح الأذنين فرض وأنه لا بد منه، وقيل واجب. وعلى هذا أنه ليس بواجب، من ترك مسح الأذنين عمدا أو سهوا فوضوءه صحيح في قول عامة العلماء. ما صفة المسح؟ صفة مسح الأذنين أن تمسحها بالماء الذي مسحت به الرأس، ولا يسن أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، إنما يسن أخذ ماء جديد لمسح الرأس. فتمسح الرأس، تبدأ من المقدم إلى القفا، ثم تأتي إلى الأذنين وتمسح داخلها بالسبابة، تمسح الغضاريف والصماخ، الصماخ اللي هو هذه الفتحة التي هي داخل الأذن، وتمسح بالإبهام الظاهر كله. من ترك مسح الصماخ ما له عليه حرج، ومن ترك مسح البعض ما عليه حرج على الراجح كما تقدم. ومن السنة أنك أحياناً تعود بمسح الرأس مرة ثانية، تمسح إلى الأخير ثم تعود، هذا سنة وهذا سنة. السنة أن تنوع، فمرة تمسح الرأس إلى القفا فقط خلاص وتمسح الأذنين، ومرة تمسح الرأس إلى القفا ثم تعود ثم تمسح الأذنين، تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا.